غير في البطونات سي كاع ما قراو لينا في بيرمي كاع اول البطونات اصاحبي واش انا عندي طياره ولا ماكينه صابون حبيبه ديالي كازوزك القميجه ناضيه واو واش هادي اللبسه ديال البالوت نتوما يا ربي السلامه باغي نكون جيت تركبوا عليه في الارض والسماء راجيم هانسا ياك شي نهار غادي تخليني نركب حداك بغيت انا نسوقها عافاك سيري 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 راه كاين جرادمية ديال الرومبا غيحيدوا لي شي 400 درهم وانا ما عنديش باش نتعشى المخالفه غتخرج عليا مسخوطات الوالدين سيري 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 بعد مني بصم عاد من جديد نير ولا الزهراء ما خشي كانوا غيقتلوك نير ما يمكنش هاد الحجره كامله كانت تجيني فوق من راسي وي انا عرض الله وعليم العار هذه الطياره من داخل قول لي هذاك البطونه اللي تما ديالاش البطونه هذه البطونه ديال سميتو عليه ديال لاساج حيت هنا تنقضيو حوايجنا هنايا كلشي هنايا اسمعني داك الطاغيه شوف كاع داكشي اللي كنتي كدير اليوم اختك اللي غتخلص انت راه جيتيني لازلك بين واحد اخر راه عندي الفيس في عيدي سمعتي يلا سير حيدي من هنا مخيط راه الهوشه ديالي تبعي يلا هبط خاطر ما بغيتش تقلا ليا شي شي راه شدي العدو الريف يا صاحبي هاد لاش طراجيم مخاطر بيلي غنعجبك فهاد عود النك يلا سير تاكد مسخط والدين زقيلة وصم عادة من جديد نير ولا الزهراء ما خشي كانوا غيقتلوك نير ما يمكنش هاد الحجرة كاملة كانت تجيني فوق من راسي وي انا عرض الله وعليم تعرفتي كون ما كانش هاد السيد وانت على راسك غيتفرقعت كي جبات لي الحجرة جاية الافي جاية فلوس سيروغ بوك ترشم انا لله ودي احمد انا لله يا ربي السلامة عسى خويا الهلي خطيك وحق الله راه نقاتي لي حياتي نتا دابا شوفي معايا انا ما غيوقع لك والو كنت بارك شفت الحجرة الجاية وباقا جاية الحجرة وانا باقي بارك شوية وانا نوض وانا لقاها باقا جاية وجاية تنجري وطحت ولقيتها باقا جاية عطوني وطحت ونط نشوف لقيتها باقا جاية وانا نوض كل عزيمة وارادة وانا نعشقك ياك بعدا ما وقع لك والو تفرتيت ما اداكش لا خويا كاع ما اداني شكرا لك بزاف عرفتي كون ما كنتيش انت كل عالم الله انا دابا شنو واقع ليا شوفي معايا انا ما خصك تا خير ما وقع لك والو شوفي عندي سنطر كحل في كولفازير وعندي السباحه الى سباحه رجال خويا شرب معنا شي قهوه لا خويا انا شفت الموقف اللي درتي اخويا وجيت بغيت نشكرك عليه وانا هاد الله اجرك شي باغي ندي ساعه من ديتي انت يا يلا شرب معنا شي قهوه الله حفظك ليا اخويا اش ما قلتيش ليا بعدا شنو سميتك فاش خدام انا سميتي شعيب فما تعرفوا شي واحد نتوما تقولوا لي فاش خدام لا ماشي هكا فاش نعرف راسي مع من كنتعامل فهمتي ايوا لا راه تتعامل مع واحد بيلوت بيلوت وي بيلوت تنضرب خريب زعما تنضرب فرنسا بالنسبه لي ما خليتش حتى طياره انا نركب فيها تبارك الله كل دقيقه شوفي انا اللي ديت اوباما حتى للمغرب وسلم على الملك ويلي انت اللي جبتيني شوف انت عطيت مخي طويل الله يقضي لنا هاد لافير اش درتي صافي قضيت لافير ولكن واقيلا تقبت الورقه تقبتي الورقه اش درتي يا مسخو انت راه سولتني فاش خدام ما عرفتش كيفاش صاحبي قلت لها ربي لو
يا مسخوط وليد ملقى ما يقول لها بيلوط اصاحبي، ما بقاش ما تقول لها بيلوط. واش هذه حاجه بيلوط؟ دابا خصنا نبينوا بانك انت بيلوط. شحال كتقول شحال؟ اف اكس. تبعني تبعني. حبيبه ديالي، كجاجك القميجة ناضية؟ هي هاديك؟ واو، واش هادي اللبسة ديال بيلوط؟ ريحتي جاتك خطيرة. شوفي، غنجي من واحد السفرية، عندي واحد السفرية لندن إن شاء الله، وانتوما نتوما يا ربي السلامة، باغي نكون جيت ركبوا عليه في الأرض والسماء. غنجي إن شاء الله، غنجي عندك ضروري. يلا سيري. غير هو عرفتي شنو؟ والله ما كرهتك تهضر معايا ابل فيديو، ولكن من الطياره بغيت نشوفك وانت كتسوقها. سيري سيري، الطياره راه غطير بلا بيا. سيري سيري، نتوما باغي نتركبو في الارض وفي السماء. سيري، غدا ان شاء الله غادي نعيط لك ابل فيديو في الطياره. يلا سيري سيري. كاين عشي ناض، كاين عشي لعبتي نقي عشي، ودابا عطيني عقلك. دابا دابا يلا غنمشيو نديرو لافير تاني. يلا يلا لكم مالا. يلا غير في البطونات شي كاع ما قراو لينا في بيرمي كاع قوات البطونات اصاحبي. واش انا عندي طياره ولا ماكينه صابون؟ ما عرفتش هادي واش هادي ديالي جد. يلا ساش هذا ديا هذا الحبيبه ديالي راه بغاتني نشوفها هي خدام. وانا خدام. شعيب، واو العار، هذه الطياره من داخل. قول لي هذاك البطونه اللي تما ديالاش؟ البطونه هذه البطونه ديال سميتو عليه لا ديال لاصاج. حيت هنا تنقضيو الحوايج هنا، هنايا كلشي هنايا، حنا تنديرو كلشي هنايا. وكي جاتك الطياره كي جيتك ناضي ولا ما ناضيش، شوفي ما تناقشيش معايا، غادي نديك فواياج. عرفتي فين؟ البجاد. غنمشيو السبت والحد. عرفتي فراسك حققتي لي واحد الحلم، كانت هذا هو اكبر امنيه عندي هادي. يا دابا انا بديت كنعرف بيلوط. شوف دور دور الكاميرا، ضرب بيا دوره تما. ودابا تحقق الحلم ديالك، غتولي تبغي تجيبي باريزيانا من عند الحسن، ولي نجي نديك ونردك عاوتاني للدار. باغا تشوفي الطياره، باغا دير بي دويره في الطياره. انت شوفي شوفي الطياره، شوف كلها بطونات غديري بها وركو على شي بطونات نفاجرو. الله يهديك. هانسا ياك شي نهار غادي تخليني نركب حداك، بغيت انا نسوقها عافاك. انا راسي خفيف دغيا نتعلم. سيري سيري سيري، راه كاين جرادمية ديال الرومبا، غيحيدو ليا شي 400 درهم وانا ما عديتش باش نتعشى. المخالفة غتخرج عليا مسخوطات الوالدين. سيري 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 سيري، بعد مني هما جايين هما غادين. يلا بسلامة، ما تشدكش على خدمتك. نهار يا شيما اسمع المغربيات يا اختي، وليت كنعرف بيلوط. اختي بغيت نتقاد. والله إلا قالت لك بيلوط، علاش ملي ما تجيش معايا بيلوط؟ نوض 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 كاع نوض اصاحبي. فاش نوض كاع؟ تا صاحبي نوض اصاحبي، عاونا صاحبي، راه باقا تبان لا بلانات اصاحبي. تا نوض نوض كاع. تا مالك اصاحبي محسن؟ تا نوض انا مقرصن قال لك بيلوط. نوض حيد هاديك الشي. يلا حيد هاد الشي، حيد هاد الطيب ليا ديال رجلي. مخاطب خدنا دابا طاحت الشبكة، خدنا طاحت في الشبكة وثبتناها. دابا عرفتي اش غدير؟ عيط لها باش نلقاو في العشية في الدار. صافي باش نقضيو لافير عشية. لا عيط.
الو مخاطو صاحبي واش بصحتنا جايه؟ وحنا قلنا لك صاحبي جايه صاحبي راه ساعه باش خرجت صاحبي جايه في الطريق وشاده طاكسي وراه عطيتها ليا صاحبي ديال الدار باش تجي دغيا. كاش من ليا صاحبي راه لوكازيزاسيون هذيك ها وكيف سمعتي ابقى ديما نقريفك شنو دابا انت حيت فايدني بعام انا خارج من التحضير وانت خارج من الثاني تبقى ديما تصحح عليا خويا انا نيبو عليك عشاء هاي جات عشاء هاي جات قلت لك غتجي ولا ما غتجيش زيدي 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 دخلي زيدي يلا زيدي اويلي شنو هادشي فراسك هادي اول مره نشوف شي بيلوط عايش في هاد الحاله وانت بدا فين عمرك شتي شي بيلوط بدا بدا البيلوط حنا عندنا في هاد الدنيا ابدع قال لي جدي وعدا البيلوط دايرين لينا حنا السميك 300 درهم الساعه يا ويلي واش من نيتك وانا عاد بان نسى البيلوط وما عرفت فين عايش وقلت يمكن هذا يضرب بيه شي دوره في السماء ماشي هذا زيدي قالك بيلوط زيدي لنا واش انا لقيتها بيكالا ولا سونطر وانا قالك بيلوط شو هيب شنو هادشي وهذاش اش كيدير انا وشو ما خاطفيني حل علمك الله ولكن علاش انا شنو درت ليكم شنو والو حنا بهذا واحد الحساب بغينا نصفيه ولكن كيفاش حساب علاش انا شنو درت ليكم حساب ديال خوك تعدى على با وبيك غادي يخلص خويا تعدى على با خوك تعدى على با ولكن كيفاش اشنو دار باش عارفي كيفاش شنو دار هذا مالو جا دركتيني شوف اودي عافاك راه دركتيني يا دركتيني يا سالك نخلص هذاك شك ما كتصحاب الدوله كتبان كتشتغل في السميت كتسي محمد تما تسالو ولا زيد وحط كنوصل للشارع بدا لك دركتيني وسير حيد من حدا يحسن لك مالك اودي كتغوت دوينا معاك غير بشويه غير بشويه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم تما هذا الشب اللي طلق في عينيه سي محمد تبقى انا ما عرفتيني شكون انا ياك لا حول ولا قوه الا بالله العظيم سي محمد وي ما عرفتيش راسك مواطن معمر كدوي لا تا تليفون واحد دابا نحيدك من هنايا اجي تي راسك بيه سير حيد من حدايا سير واش راه ولدي دعيتك الله تعدى عليا الله يجيب لي تعدى عليك تا راه جيتيني راسك بيه واحد اخر راه عندي فيس في عيدي سمعتي يلا سير حيدي من هنايا شوف الوالد اللي بغى يدبر علينا بشي بحال هكا ويلاه شوف تورق لي الوالد تاج اللي ناصح تما لقيت واحد اللي يرفوز مالك صاحبي تروق شي تي دار بالعقل شوف صاحبي الوالد طيح صاحبي وهذاك خونا راه شي حاجه صاحبي كلشي بالعقل خدم معايا الله يحفظك والله يلا راه خونا مشى وليد مالك الوالد مالك الوالد زين الوالد نوض 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 مالك 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 خونا انا راه غنشد غيبان ليا غيدبر عليه وشوف سيتو كلشي بالعقل اصاحبي الله يجيك كشوش دار الوالد اصاحبي وصافي اصاحبي غندوينا معاك ما دار حتى شي حاجه الوالد صافي جير شي حاجه سير للدار سير للدار مخاطو سجل الكروسه اصاحبي سجل الكروسه تبعنا مايمكنش عاوتاني اسي شوف انا عارفه هادشي كامل اللي كيديروا خويا انا عارفه خويا بلي ما مزيانش انتم غير سمعوني انا مستعده ندير اي حاجه غادي تطلبوها مني ولكن انا اصلا ما مصفقش على هادشي اللي كيدير خويا تخيلوا معايا هو راه لابس علي انا قال لي جي سكني معايا في الدار ديالي وانا ما بغيتش على قبل الدار ملي كيدير العباد الله شرف ديال الخير يخربق لي انا نهاري يلا كنا بيني وبينك اختي اللي دارت هادشي انا ما نجيش قاعد الاحياء شو كيدايرين مرض ايوا بنت اختي اش درتي مع خوك باقا باغا تسكني معاه خالتي الله يهديك واش انتي عارفاني انا غادي نعيش مع يونس واش انتي ما عارفاش داك السيد شنو كيدير وبنيتي اش كيدير كاع ولا كيدير شي حاجه منو المولى هذاك راه خوك الا قالك يلا سيري معاه اخالتي راه ساكت عن الحق شيطان اخرس واش انتي ما عارفاش داك السيد اش كيدير راه كيظلم عباد الله وهالي دالي فلوس وهالي دخلوا الحبس انا هذاك السيد راه ما غاديش نعيش معاه انا ما مصفقاش معاه ما غاديش نسكن معاه او عمر طويل اخي اللي كان نوض محل عليه الباب نوضي نوضي الله يهديكم الله يهديكم على بعضياتكم مع نوضي ساعتين باش تحل هاد الباب ساعتين سبحان الله والله يسعرف باش كتكون غير انت يديروا هاد الضوء على الموبايل 2023 الباب باقي ما بغيتوش تبدلوه خارجي ويلي دابا باقي يلاه جا السلام عليكم السلام كي دايره خالتي بخير لاباس عليك كي داير الحمد لله ربي يخليك الله يحفظك شنو انت ما بغيتيش تنادي شي طوب شي بحال في الدار
ونتايا منا واش انت تلعب الشيطان؟ شنو نقول لك واحد الحاجه يونس، هاد الطغيان ديالك راه شنو غادي يخرج عليك تفهم ولا لا؟ وانا ما بغيتش نشارك بهاد الظلم اللي انت كدير لعباد الله. تيش كندير انا كاع اش كندير؟ خصك تعرفي شي واحد النقطه بان الدنيا هادي دايره بحال الغابه، والله لما تتبعتي ياكلوك. نقول لك واحد الكلمه، انا اللي جيت تحت رجلي والله تنعفط عليه بالله، ولا تعاملت معاك زوين راه حيت اختي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اوليدي انت اش باغي دير بهاد الطغيه؟ مالك ولدي طاغي؟ ما الفلوس بدلاتك اوليدي؟ فين باغي توصل؟ حشومه عليك اوليدي، الدنيا راه ما دايماش، غدا ولا غدا واحد يمشي للقبر يدي معاه الشر. اوليدي قولي بالله مشطره، ما كتحديتي الحدود طاغي بزاف اوليدي. وزيدوا الا بقات اختك في الدار اش فيها؟ انا راه بحال امي انت. وزيدوا الدار كتبقى بحال دارها، وانت اوليدي الا بغيتي تمشي بغيتي لشي بلاصه تمشي سير، خليها راه مامنه عندي. واه عباد الله نتوما ماكم عاد حمقوني، واش هي مخليه لي دار قدا قد الخلافات سبعة البيوت وساكنه لي في قبل صندوق الوقيت؟ شو تطلمط ما عندكش؟ عاد تكا هنا غير نوض فيها الحبوب، وانت كتقولي تبقى انا فين بغيتي اختي تبقى؟ سمعتي غنقول لك واحد الكلمه غاتمشي معايا تبارك الله، ما مشيتيش معايا ما تبقيتش عارفيني ما نعرفك. ياك اسيدي انت اصلا كون كان فكر خير كنت شريتيهم لخالتي ما تعرفش. شنو نقول لك واحد الحاجه، انا كنفضل نسكن في بيت مع الجيران وباخر وعلى خير حتى شي واحد ما كدعي عليا، ولا نسكن معاك انت والدعاوي ديما سابعيني. ياك هذا هو كلام كنخد دابا صافي، دابا نتوما درتوني وسط منكم بقيتو داوي. سمعت نقول لك واحد الكلمه غادي نعطيك فرصه نعطيك بالسيمانه بالحساب، والله لما جيتي غادي نجيكم نرجع لكم غديك صحه والله يعاونكم. الله يعاونك. بقى تسنى عجبك دابا الحال؟ ما عجبني الحال، انا عجبني الحال، هذا راه مسخوط، هذا الطاغي والطغيان ديالو ما غاديش يدوزوا بخير وعلى خير. اش فينا خويتو سميت كيعيب فيا بالطلامط وكلشي؟ سمع هذه اخر مره غادي دخل غادي ندخلوا مع هذا الباب، كتفهمي ولا لا؟ ما عمره ما باقي يجي هنا. نرى ما سوقناش بما قد ديرينا دموع التماسيح. دموع التماسيح يا زكريا بان لي واحد البلان وبيه غناخدو حقنا. لا لا نتوما سمعوني، انا راني عارفه بلي خويا ما مزيانش وبلي راه طاغي وكيظلم عباد الله. ها نتوما انا مستعده ندير معاكم اي حاجه، ولكن عارفاكم ما تساديوش خويا صافي، احنا غادي ندرو عليه شي خطه وهكذا غادي نربيوه. شوفي انا دابا تقنا فيك ولكن الله ونشنا. لا لا وكل هذه شنو بغيتي؟ قولي لي نربيوه نديروه في كوري نديروه في قفص كيفاش غنديروه؟ اللي بغيتوه انا معاكم غير ما تساعدوش خويا الله يرحمكم الوالدين. لا ما يمكنش الا اختي. لا واش خونا دار داكشي اللي قلنا لي ولا شنو؟ ما عرفتش. سيما خويا خويا انا هنا. فينك؟ ياك ما قلتلك شي حاجه. واش سعد دابا قاسوك هادو ولا شنو؟ دو معايا شنو؟ حق مني انت سعد دابا عاد بنت لك خصك، سعد دابا عاد خمسي عليا فراسك واحد الحاجه. هادشي كامل اللي طرالي راه بزاف، كنت كنت ديما كنطالبك عافاك اخويا دير عقلك، حيد منك الطغيان حيد منك الظلم ديال عباد الله، ولكن انت ما كنتيش كتسمح ليا. انت دابا هادشي كاع اللي كنتي كدير خصك هي اللي خلصات، وانا شنو ندير بشنو؟ واش تسمعيني بلا ما تبقاي تلقاي هنا بهذاك دموع التماسيح فيلم تركي دير تغبني عليا، وترى اليوم ما كلشي غيخلص. خويا ياك الفلوس اللي طلبتهم عطينا ليكم 10 مليون ديتوها، خليني ندير شي ومشي بحالي يلاه نجي بحالك. واتي ريحي هو تا هو اخونا الحساب باقي ما سالاش. خويا شنو حساب كدوي عليه؟ انا اول مره اصلا غادي نشوفك. ترى الحساب كاع ما معايا انا، حساب مع الوالد ديالي الوالي باك. اجي انت ماشي هو ترى جيتيني راجلك بين واحد اخر، راه عندي فيس في عيدي سمعتي يلا سير حيدي. يا ولدي هو هذا طيحتي ليه كرامتي، هاي بسببك ما بقاش نخدم. ما يمكنش اختي، وقيلا بالصحة ما تعيش بزاف على الناس. شريف الله يرحم لك والدي الا ما سمح ليا. الدراري سمحوا لي جاتكم تكرفص على الوالد ديالكم والله، وهذيك 10 المليون حلال على الوالد ديالكم. فين هي فين هي فين هي فين هي فين هي فين هي؟ راه هي في الحفظ والصون، دابا نجيبوها لك اصاحبي. دابا توقدتي دابا ما بقيتيش مريض. اسمعوا المساخيط راه داك ديال باكم غديروها معايا ولا ها ولا ها؟ والوالد هادشي كامل دايرين على قبلك في الاخر كتحبس معانا اصاحبي، فاين ما والو اصاحبي.
المهم اخوان سمحوا لنا الله يرحم الوالدين خشيه نمشي بحال خويا الله يرحم لك الوالدين زدنا شي 5 مليون الوالد دانا 10 خويا زيد هذا صحمك الله يرحم لك الوالدين اخويا هي 15 حسابي لا حشومة عليك الوالد الله يلا حشومة الله ياخذ فيك الحق الوالد والله العظيم لكن هنا عندي واحد الفكره انا ناضي شنو نديهم بجوج ونزيدو معاهم حتى الوالد الوالد ديالنا نزيدو حتى مزيانه 10 10 10 اخرى هي 30 هي 30 يلا صاحبي يلا